ومعانا برضو حالة ستول. الستول ده تي سي بي اس بتاع الكوليرا، بس دي مش كوليرا ولا حاجة، دي انتيروكوكس. مش لازم يعني يتزرع روتين، لكن اللي لازم يتزرع روتين الماكونكي. بس شوف مكتوب عليه ايه، ماكونكي سوربيتول، يعني مش ماكونكي عادي. السوربيتول ده ايه؟ سكر حطيناه على الماكونكي. وايه الفرق بينه وبين الماكونكي العادي؟ الماكونكي العادي فيه لاكتوز، شلنا اللاكتوز حطينا سوربيتول. يبقى لما تشوف اللون البينك تقول البكتيريا دي لاكتوز فيرمنتر ولا نان لاكتوز فيرمنتر؟ لا، ده لا لاكتوز فيرمنتر ولا نان لاكتوز فيرمنتر، ما فيش لاكتوز اصلا. يبقى تقول دي اسمها ايه؟ سوربيتول فيرمنتر، ماشي. ولما تلاقيها لونها موش بينك يبقى دي نان سوربيتول فيرمنتر. طب انا بخاف من السوربيتول فيرمنتر ولا من النان سوربيتول فيرمنتر؟ بخاف من النان سوربيتول فيرمنتر. هو ده اصلا اللي محطوط السوربيتول علشانه، علشان النان سوربيتول فيرمنتر ممكن تكون الايكولاي او 157 اللي هي الانتيرو هيموراجيك. دي مشكله جامده، مشكله جامده جدا، ماشي. بتعمل دايريا مع بليدنج في البيشنت، وبكتيريا مؤذية جدا، وبتعمل اب تو رينال فيلير. طيب البكتيريا دي قلنا نان سوربيتول فيرمنتر، وعشان كده عملنا سوربيتول، لان هي لاكتوز فيرمنتر زيها زي الايكولاي العاديه. فلو انا جبت ماكونكي عادي وزرعت هتطلع انها لاكتوز فيرمنتر ومش هعرفها، هقول دي ايكولاي عاديه وخلاص. فقاموا قالوا طب ايه الفرق بينها وبين الايكولاي العاديه؟ الفرق بينها وبين الايكولاي العاديه في السوربيتول انها نان سوربيتول فيرمنتر. قال خلاص تشيل اللاكتوز ده وحط مكانه ايه؟ سوربيتول. اذا طلعت نان سوربيتول فيرمنتر حط ايدك على قلبك لحد ما تتاكد هي ايكولاي 157 دي ولا لا. طب ده مين بقى؟ ده الاكس ال دي. اكس ال دي اجار. الاكس ال دي ده فايدته ايه؟ بيتعرف بيه على السلمونيلا والشيجيلا. طب السلمونيلا والشيجيلا بيطلعوا لونهم ايه على الاكس ال دي اجار؟ بيطلعوا لونهم احمر. الاتنين لونهم احمر؟ اه. يعني الحاجات الصفرة دي مش مهمة؟ ايوه، مش دي اللي تخوفني، انا اخاف من الحمرة دي. وان كان الكولون كاونت بتاعها قليل، اخاف من الحمرة دي. الحمرة دي ممكن تكون سلمونيلا او شيجيلا؟ اه. طب اعرف ازاي سلمونيلا ولا شيجيلا ولا مين فيهم؟ ازاي؟ السلمونيلا بيبقى لها بلاك سنتر في معظم السبيشيز بتاعتها، او في معظم السب سبيشيز بيبقى لها بلاك سنترز، لكن الشيجيلا ملهاش بلاك سنتر. فدي غالبا لو هتطلع حاجه باثوجينك هتطلع ايه؟ شيجيلا، اللي هما اللي لونهم احمر دول. ده الاكس ال دي.